وتوا رجع لنا ماهر باش يعمل الخرجة بوليتيك نتاعو. ماهر شنو حضرتك؟ احنا قلنا باش نحكيو على الزيارة نتاع سي رفيق عبد السلام وزير خارجية للولايات المتحدة الأمريكية. من قبل خلينا نحكيو شوية على اللي صار نهار الاثنين. رغم انه مهرجان ايام قرطاج السينمائية ينطلق كان شهر جاي. اما احنا رينا نهار الاثنين قدام جامع الفاتح مس فيلم كوميدي هزلي ساخر هذا مرشح باش يربح الجوائز الكل من اخراج وزارة الداخلية، تمثيل ابو عياض وعلي العرايض والسلفيين وقوات الامن لعبوا الغول نتاع لي فيغورون. اش صار سيدي؟ الفيلم هذا بدا مع صلاة الظهر وقت اللي اعوان الامن طوقوا جامع الفاتح خاطر ابو عياض رئيس رئيس السلفية في تونس اللي هو مفتش عنه كان موجود في وسط الجامع باش يلقي محاضرة يطالب فيها علي العرايض بالاستقالة. جوست بارونتيز صغيرة، على الفيسبوك لانسيو ايفينمون على الحكاية هذيا قبل بليلة، وانا جاتني دوموند نتاع ليان ستريمينغ تنجم تتفرج في المحاضرة نتاع ابو عياض وانت قاعد على الفيسبوك. والسيد وصل للجامعة وزار الداخلين في بلهيش ومن بعد ما دخل الجامعة قاعدة تستنى فيه. هذه سيتي الحلقة الأولى نتاع الفيلم اللي عملوه هنا. معناتها قوات الأمن كانت موجودة بعدد كبيرة برشا، اللي فما برشا عبيد يغسلوا أمريكا قررت باش تجاوب على الاعتداء اللي تعرضت له السفارة نتاعها منذ أيام وقت اللي عليه العريض كان يغسل المحتجين باش يجيهم قدام طلعوا له من تالي. وفي الوقت اللي كان فيه أبو عياض يخطب قوات الأمن كانت تدرب على لعبة كنا نلعبها وإحنا صغار اللي هي افتح يا وردة اغلق يا وردة. بعض الأعوان ونظرا لخطورة الموقف رفضت اللعب مع أصحابها وقعدت تسيرش في سبابتها. وفجأة ومن حيث لا يعلمون خرج السلفيون، خرجوا بأعداد كبيرة برشا من جامع الفتح، عملوا ديفيرسيون، خرجوا الجرافة البقايا الكل وظهول أعوان الأمن المترنين على الأخر قعدوا بيهتين واللي كانوا يستنيوا فيهم شو خرجوا لهم مش باب كي خرجوا لهم باب القديم. أبو عياض عمل لهم زفندن قطع من البوليسيه مازالوا واقفين. السيد روح صايي هم مازالوا واقفين قدام الجامع يستنوا في رحمه ربي. هي عاد قالوا احنا جينا ما راحوش يدينا فارغه بالزرقه قدام محمد البقالي اللي هو مراسل قناه الجزيره سايبوا عليه الغل نتاعه. الحاصل بعد ما فقوا برويحهم قادوا في الورجو هزوا ماتريالهم وروحوا كيما نقولوها واحنا وقت في المكتب فرحين مسرورين. الملخص الكونكلوزيون نجوى نتاع اللي صار، ابو عياض طلب من الفيفا باش تسميه احسن جوار في تاريخ البشريه كيما الحكومه نتاعنا. علاش مارادونا عام 86 راهو 5 انجليز قبل ما يماركي، ميسي عام 2007 راهو 6 اسبان قبل ما يماركي، ابو عياض راهو بوزار الداخليه الكل حتى كاه الكل على جنب. الملخص الثاني، السلفيين تعادوا للفينال بعد ما ربحوا وزارة الداخلية الي وروتور، ربحوا في الالي قدام السفارة وربحوا في الروتور قدام جامع الفتح. وابو عياض اطلق برقية تفتيش في حق علي العريض. والله فما تصويرة مات ياسر لقيتها دور سيغ انترنيت على الفيسبوك ياسر معبرة قاعدين نشوفوا فيها توري الحكاية الكل. ابو علي العريض يقول ابو عياض طي وابو عياض يقول وين عاودوا تورينا نلعبوا بالحق وليت لعبة. يخرج لنا في ليلتها خالد طروش النطق الرسمي باسم وزارة الداخلية قال اللي تراجع أعوان الأمن قدام أبو عياض كان تراجع تكتيكي وما حبوش يدخلوا معاه في مواجهة. معناتها سي خالد شي حاب يقول لنا اللي فما يمكن 2000 بوليس مدورين جامع الفتح من الأربع جهات جاو جوز باش يقولوا لأبو عياض يا برجوا لي جمعنا الداخلية راكو ريشيرشي وكي ما جاش ما حبوش يواجهوا مشاو راهو معناتها الكل مش محظين يروحوا مواجهة. بون يمكن في إطار دعوة الملح نجوى نتاع الحكومة المؤقتة وأحزاب السلطة إلى نبذ العنف والحوار الحضاري كما سيلوت في زيتون وقت الدعاء لضرب الإعلام وحبيب اللوز وقت الدعاء لقص اليدين والساقين ولا محمد عبو وقت الهدد بقتل كل من تسول له نفسه التظاهر نهار 23 أكتوبر. حبيب خضر اللي هو الرابورتور نتاع لجنة صياغة الدستور يدعو إلى نصب المشانق. على صفحته الخاصة على الفيسبوك سي حبيب قال في بعض الأحيان الثورات السلمية لا تنفع ذيك لم هو في بعض الأحيان الثورات السلمية لا تنفع مع قوم من البشر، لو قام الشعب بنصب المشانق للتجمعين لكانوا عبرة لغيرهم، على الشعب التونسي اتخاذ الإجراءات اللازمة مع أعداء الثورة وبالطريقة التي يفهمون بها. السيد هذا رابورتور نعود نذكره تاع لجنة صياغة دستور الجمهورية التونسية اللي نحبوها جمهورية والدولة نتاع قانون المؤسسات، لا يخرج في مظاهرة نصبوا له المشانق. وان بلوس يا سي الحبيب نتبعوا كلامه ونقولوا سي الحبيب عنده الحق، كانوا نصبوا مشانق للتجمعين مش تتفرح حركه النهضه.
تو باش نحكيو على الفيزيت نتاع الفيزيت اتوندو نتاع وزير الخارجيه. صرح نهار الاثنين قال لي هو باش يمشي في زياره نهار 23 سبتمبر للولايات الامريكيه، الولايات المتحده الامريكيه، على خلفيه الاحداث اللي صارت قدام السفاره. الهدف من الزياره هذه ما اعلنش عليه في الكومونيكي وزاره الخارجيه، ما اعلنش عليه. ما ينجم يكون كان حاجه من الاثنين، يا اما ماشي باش يطلب السماح، يا اما ماشي باش يطلب السماح، ما عندوش حتى حل. الحاصل يا سي عبد السلام، هاو نذكروك هذا على ميتي، الجمهوريه التونسيه تقع في شمال افريقيا، عاصمتها تونس، لغتها الرسميه العربيه، مساحتها 163610 كيلومتر مربع، عدد سكان 11 مليون وشوي صرف، وعملتها الدينار التونسي. الشعار الوطني نتاعنا حريه نظام وعداله. اما اختاك ما تحكي لكم الحكايه ذي، يقول لك من الاولى ذي جاي بنوايا خايبه، فمش من الحكايه هاوكا. ما تقولوش الاعلام ضد الحكومه وضد الواحد، هاوكا الاعلام قاعد يعاون في الوزراء يمشي شي يزلحها كما المره اللي فاتت. اكيد نكونوا كملنا لايتيك، كملنا الخارجه بوليتيك نجوى، مي جوست قبل باش نذكر الوزاره الداخليه عملت ان جو اسمه العب واربح مع الوزاره. تبعث اس ام اس على رقم 197 فيه من تيلي واحد كان تقول لي ابو عياض باش يعاود يقطع بالداخليه في المره الثالثه، من تيلي اثنين كان تقول لي علي العريض باش ينغر ويبطل لعبه خاطر ابو عياض طلع فور عليه، ومن تيلي ثلاثه كان تقول لي هما الزوز توا قاعدين يضحكوا على الشعب اللي نسى مشاكله نتاع البطاله نتاع الحرقه نتاع اغتصاب الطفله نتاع موت مواطن تحت التعذيب نتاع انهاء الدستور ونتاع حريه الاعلام و و و و و. بسم الله عليك يا عشك. كملت لنا المسابقه سي كملت. ميرسي ماهر، يعطيك الصحة في الخارجة بوليتيك هذية، وتويك نكونوا كمان البروميير بارتي نتاعنا. ميرسي لطيفة زيدا، يعطيك الصحة. ونخليو بلاصتنا الرملة وإيمان وليد بسليمة يا دوما.